السدغ ماله هو ماله قدامهم كتير يمكن للصبح. بتقولي ايه؟ اصل بنت الجيران حلو قوي. قلتيلي النمس سكتوا. انت مستغرب ان ليلى في الوضع ده؟ لا 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 ابدا، ده تمرين من تمرينات اليوجا. نعم اليوجا، انت ما تعرفش اليوجا؟ لا ولا ده. ازاي تبقى راجل متعلم وما تعرفش اليوجا؟ انا لا اسمع عنها لكن يعني ما درستهاش ابدا. اليوجا دي تمرينات لو الواحد يعملها يقدر يخضع جسمه ويتحكم فيهم. اليوجا معروفه من 2000 سنه قبل الميلاد، لكن اول واحد كتب عنها فيلسوف هندي اسمه باتنجالي. ان سبتها مش هتبطل كلام عن اليوجا. لكن دي حاجه حلوه قوي. هي ايه اليوجا؟ وما لو عرفتها على حقيقتها تعمل ايه؟ انا مستعد اعرفها وادرسها، ده انا حبيتها خالص. مش هتقدر، ده انا بقالي 3 سنين احاول افهمها مش قادر. لكن انا فهمتها على طول. باين عليك ذكي. مش قوي، تبقى حدق خفيف. تحب تتعشى معانا؟ لا متشكر قوي. لكن انت ما قلتليش حضرتك شرفتي بيه. انا اصل قلت يعني اجي اسالكم لو كنتوا عايزين حاجه محتاجين حاجه. وكمان والدتي قالت لي اقول لكم مبروك. الله يبارك فيك. بسلم لي على الست والدتك. الله يسلمك يا فندم. عن اذنك عن اذنك، انا مبسوط من اليوم خالص. انا سعيد سعيد جدا. اسمعوه، طلعت خيط، طلع منها خيط. اشتغلت وصله، مشتغلت القماش يا روحي. على كيف؟ على مثل، على أقل من مثل. شايف الخيط يا أبو السماسم؟ أبو السماسم. يا اللي أنت عامله ده يوجا. يوجا؟ وأنت تعرف حاجة عن اليوجا؟